احنا قدامنا كبسولة علاجية فيتامين، وقدامنا فاكهة ربنا. انا عايزك بس تركز معايا، علشان في ناس بتقول ان الكبسولة دي افضل من ثمرة التفاح دي. خلي بالك ده ما يرضيش ربنا، انه الكبسولة دي فيها فيتامين سين افضل من الكيوي اللي هو فيه فيتامين سين. فيتامين سين في الكيوي ده قد الليمونة 4 مرات. ثمرة الكيوي اللي قدامنا دي ثمرة جميلة جدا، اولا فيها انزيمات هاضمة وفيها منشطات، بس احنا دايما هنقول في كل مرة وكل واشربوا ولا ايه ولا تسرف، وكل واشربوا يعني انت حدك في اليوم بليلة واحدة ثمرة كيوي، مش هتاخد 10، هتعمل لك حموضة وترفع الحموضة وبوظ لك الامعاء. هي ثمرة خلاص، وكل واشربوا ولا ايه ولا تسرف. طب ايه فرق يا دكتور ما بين ان احنا عملنا لك كبسولة، زي واحد بيقول لي الكبسولة فيها فيتامين سي والليمونة فيتامين سي والبرتقانة فيتامين سي، يبقى القرص احسن، قرص فيتامين سي احسن. سبحان الله يا اخي، فتبارك الله احسن الخالقين. انت جبت حاجة عملتها وربنا عمل حاجة، يبقى مين احسن؟ طب ايه الفرق بقى بين اللي ربنا عمله واللي احنا عملناه؟ اللي ربنا عمله مواد كتير، مواد سينرجيزم ومواد بتشيل السايد افكتس ومواد بتمهد ومواد ترمم غشاء يعني ربنا عامل حوالين المادة الفعالة كذا مادة بتحمي من اثارها الجانبية، احنا بناخد المادة الفعالة بس، يبقى لازم نجني منها اثار ايه؟ اثار جانبية. لو انا دلوقتي تعبان قوي وهمدان وخدت وقلت عايز ابقى قوي، فخدت قرصين ثلاثة فيتامينات، صح ولا غلط؟ غلط. ليه بقى؟ لان انا لو خدت قرصين ثلاثة فيتامينات هيعمل لي هايبر فيتامينوز وهيبوظ لي المعدة ويدخل لي في تسمم. في تسمم فيتامينات؟ اه والله العظيم في تسمم فيتامينات، ولذلك بيجي لي ناس معاها على فيتامينات حديد ومش عارف فوليك اسيد ومش عارف كالسيوم، والله العظيم غلط. انت ليك قرص فيتامين واحد من اي نوع في اليوم، ما ينفعش اخد كالسيوم مع حديد، ما ينفعش الا اذا كان حاجه طبيعيه. يعني التمر ده، هل التمر ده فيه كالسيوم وحديد؟ اه فيه كالسيوم وحديد، بس ده ناتشرال. طب انت ايه الفرق بين الناتشرال والاقراص يا دكتور؟ الناتشرال ده زي في مواد طبيعيه اورجانيك، فلما بينزل الامعاء بيذوب وانت بتاخد منه بالامتصاص الاختياري اللي انت عاوزه، والباقي ينزل فضلات. لكن لو انا خدت كبسوله مركزه، انت كده ارغمت، ده انت لخبطت الخلايا الريسبتورز الحساسه انها تاخد اللي هي عايزاه.